مرة سريع اللي جنبي بيوت. لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لعبة فورزا 5. لعبت لعبة الباتل رويال ووصلت يعني لمرحلة ما توقعت اني بوصلها كشخص اول مرة يجرب اللعبة، فأتمنى انكم تكملوا المقطع للنهاية، واذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات وتكتب تعليقك في الفيديو هذا الى حد شوفك في الفيديو الجاي. بسم الله على بركة الله نبدأ أول جيم باتل رويال، وأنا متأكد إني راح أخذ المركز الأول، لكن لا حد يشرح علي إذا ما أخذت حتى المركز الخامس وطلعت من ثاني سيارة. حرفيا ما عندي أي خلفية عن فورزا، جربتها قلت يا ولد هذه لازم أسجل لها مقطع، يعني كثير نزلوا على الباتل رويال غريبة، نعرف باتل رويال قتال بس باتل رويال سيارات هذه جديدة بالنسبة لي. وبصراحة الجرافيكس الجودة كمية المحتوى اللي حاطينه فورزا يستاهل. والآن ننتظر الجيم، أول ما يبدأ الجيم راح أرجع لكم. نظام نختار منطقة نبدأ فيها، وأنا بختار هنا ويا رب إني ألاقي باكجات. ما أخفيكم أنا جربت مرة واحدة وبصراحة تجربة كانت جدا سيئة، صراحة التحكم جدا تعبان، ما أعرف يعني التحكم جدا صعب، مو تعبان صعب. نبدأ بالسيارة هذه الكارغو، مدري الفولفو مدري إيش أصلها، ونبدأ مستويات. طبعا للي ما يعرفوا كيف الباتل رويال، نظام إنك تتحدى سيارة سواء بمستواك، أنت تبدأ من واحد وتنتهي أعتقد 10 أو 9، فكل ما تفوز على سيارة كل ما تأخذ سيارة أفضل فيا رب. وطبعا في باكجات لكن الدنيا ليل وهذا شيء مو مبشر. في باكج هنا، خلونا نشوف الباكج اللي هنا. يا رب 4 4 4، الله يلحظ الحظ 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 يبتسم الحظ. سيارة ليفل 4 أول مرة تصير لي، أنا جربت اللعبة مرة واحدة وما لقيت باكج. لا لا واضح واضح واضح، وجهكم خير عليك، وجهكم خير. تعال يا حبيبي، من فين من فين؟ الطريق من ورا، الطريق من ورا. طبعا التعليق هذا طبيعي. السلام عليكم يا حبيبي، سيارة ليفل 1 تتحداني، ودع يا حبيبي ودع. وما تمشي مع الطريق يا حبيبي، اختصر من هنا. لا أول فوز لي، معقولة أول فوز وأنا مسجله؟ لعبت جيم خلف الكواليس ما سويت أي شيء في الحياة حرفيا. خلاص نقدر نقول لهذا باي باي، بس السيارة جدا بطيئة. طبعا أنا قاعد ألعب بالكنترول، مو جالس ألعب بالكيبورد والماوس، ما جربت بصراحة فما أبغى أغامر. ما أتخيل نفسي ألعب سيارات بماوس وكيبورد، فباي باي يا كابتن. والله السيارة مرة بطيئة فطبيعي راح أغيرها. طيب إلى متى يعني؟ الفوز الفوز لنا خلاص، هذاك في آخر الدنيا ولا راح يجيبنا. السيارة هذه جدا بطيئة ماشية 123، ما تسوي شيء أبدا ما تسوي شيء. كم باقي كم باقي متر؟ 400 متر، 300 متر، 200 متر. أوكي الفوز فوق. اهدى هنا، أي غلطة تتعدى الفوز. حلو فزنا اول فوز، راح ننقل على طول على ليفل 5. فليفل 5 ايش بيعطينا؟ سيارات ماني فاهم بالضبط، يا اختار يمين يا يسار. لا طبعا بختار يسار، وما ادري ايش السياره. فورد ان شاء الله انه رابتر، ما قريت انا بصراحه الاسم لكن اعتقد انه رابتر. ما هو رابتر، ما ادري ايش هذا، لكن خلونا ندور لنا صيدة، يا ندور صيدة يا ندور باكج. بس انا ماني شايف ولا باكج هنا، ما في باكج حوالينا. و ايوه تعال يا راعي الفولفو، تعال تعال، اليوم حظي على الفولفو، كلهم الفولفو. هذاك يطارد هذاك وانا بطارد الفولفو اللي قدامي، ان شاء الله اني اصيده. تعال وين بيشرد، وين بتشرد، وين رايح؟ تعال يا الصيده الجميله الصيده الحلوه، وين يا حبيبي؟ لو مو تشقح
لو تنط الدنيا كلها. صايدك 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 صايدك، ما عندك مهرب، ما عندك مهرب. جبته جبته جبته، والله ما انتبهت من اللف يا جماعة الخير، والله الرؤية جدا صفر. هو شارد مني حرفيا يا جماعة الخير، هو شارد مني. ودع 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 ودع، وين بيجي؟ السلام عليكم، مع السلامة. شكرا على الانتصار الثاني، شكرا شكرا. يقول لي يا اخي انت مالك الا تجي على الضعف وما الضعف حبيبي. اللعبة هذه يا صايد يا مصيود، وزي ما انتم شايفين شجر، انتبهوا الشجر عدو اللعبة هذه حرفيا. اختصر لكن اختصر باحترام، وانا هذا اللي قاعد اسويه. واضح لا لا قلبت تكفى تكفى تكفى، توي امدح نفسي. لا 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 لا، ما يفوز علي، ما يفوز علي، ما يفوز. 1 كيلو والله شكله بيفوز علي. لا والله لا تستهزب، واحد فاز علي يا جماعة الخير. ايش كتب؟ فاز علي، اعتبره فاز علي. انا اسرع منه على الخط ان شاء الله، انا اسرع منه، انا اسرع منه. يضحك يقول لي سيو، والله يقول لي سيو. لا 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 استغفر الله. هذه نهاية الاستهزاء. الجيم الجاي، الجيم الجاي صدقوني حجيب الجيم الجاي. خلونا نشوف كمان حظي كويس ولا لا، ما سوى لي الحظ. لكن الجيم الجاي المرة هذه نلعب بذكاء، عدم استصغار، استصغار هي. المهم انه التنقيص في اي احد معه كلفه. باكي جميني باكي جميني باكي باكي يا الله، يا رب يا رب باكج كويس. ما تكون السيارة بطيئة ما تسوي شيء. يا رب يا رب يا رب انك ترزقني بسيارة ليفل 5 وفوق، ليفل 3. ما هي بطالة، ما هي بطالة، ما هي بطالة. نرجع ناخذ الباكج اللي وراه. بسرعة بسرعة بسرعة. ايوه اكسبت اكسبت، انا ابغاها اي سيارة. المهم برا السيارة هذه، ايش نوع السيارة؟ والله هذه السيارة جدا بايسة. اوكي في باكي شفناه من الناحية الثانية، هل نلحق عليها ولا لا؟ ما اعتقد، لكن الزوم بدا يضيق. خلونا ندور هنا الباكج، انا شفت الباكج هنا في مكان ما. اوكي في باكج قدامي. اوكي هذا الباكج نازل ولا طالع؟ ما ادري. حتى جتني عطسة، في عطسة جيدة. شوف الكم، شوف الكم، أنا شايف. شوف الكم هذا، ليفل 2. مع السلامة يا حبيبي. إيش الليفل 2؟ في باكج ثاني هنا بس مرة بعيد. ما أدري الباكجات برا الزون ليش برضو نغامر. تقول ليش رايح للباكجات؟ ليه ما تروح تدور هناك؟ حبيبي باكج بعدها دور مليون واحد، ما عندي مشكلة. لكن ابدا بسيارة زي الناس. والله تصدقوا السيارة هذه ما هي بطالة يا حبيبي. جايك اوكي. نظامك كذا. اوه السبق حيكون كذا، حيكون في ذا الاتجاه واقف يا جماعة الخير على الطرف، لانه عارف ان السباق حيكون بالطريقة هذا. اوكي اوكي اوكي، ولا شيء ولا شيء ولا شيء. انا اسرع منه ان شاء الله. شجر، ما اشوف ما اشوف. لا 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 لا. صدم 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 صدم. وهنا بيت، الله يستر. حلو 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 حلو. طلعت طلعت على الشارع، انا امان. بامشي مع الطريق لين ما الاقي لي طريق كويس، انزل يسار او بنزل من هنا يسار. لازم انتبه.
اهم شيء الشجر. ههزمه مع سياره ليفل 5. اللعبه تعتمد على الذكاء، اللعبه تعتمد على الذكاء. اوكي الجيم ليه. خلاص خلاص راحت عليك يا حبيبي، بس لا يطلع لي قفزه كذا من حيث لا احتسب. ودع الملاعب. سلام عليكم يا حبيبي. سلام عليكم، انا الفايز. السيارة ما قصرت، يعطيك الف عافية. كان خوف شوية ولكن الحمد لله هذا اول فوز سجلوه. في باكج هنا، في باكج هنا، خلوني اروح اشوف الباكج هذا. اول حاجة خلوني اخذ الفور، اعتقد نفس السيارة حقته، ما عندي خلاف معها، ما اعرف شكلها ما هي سريعة، بس خلوني اشوف الباكج اللي هنا. هذا نازي يسابقني. اوكي يا رب انه من هنا، يا رب من عندي، يا رب من عندي، يا رب من عندي، 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 من عندي. حلو 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 حلو، ان شاء الله الانتصار الثاني. ما اعرف ليفل 5، ليفل 5، ليفل 5، نفس سيارتي بالضبط. امورنا طيبه، هو حيمشي على الطريق. امشي يا حبيبي على الطريق، خذ راحتك وامشي على الطريق. انا ما راح امشي على الطريق، راح اظل زي ما انا ماشي. امشي على الطريق وخلك مواظب على قولتهم، وانا اوصل وانت مواظب. بطل قص 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 ولا ماشي الا توي. بس شكله يحسب النظام هنا امشي على الطريق وانت راح تفوز. ما في سباق هنا نظامي، السباق هنا يا حبيبي اللي يوصل اول يفوز، وانا وصلت اول. Easy. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. السباقات جدا جميلة. يا رب ارزقني بسيارة زي الناس. يا رب يا رب يا رب. ها ستة من دون ما اقرا. لو كان ستة يمين ستة يسار تسير، ممكن اختار ايش السيارة افضل. يا رب سيارة جبال وكذا، يعني انا جو جو الجبال والدنيا هذه تكفى. دودي نقدر نقول اودي تعبانة. اوكي في باكج هنا، خلوني اروح له. الباكجات الى الان ضعيفة، استخدمت باكج مرة واحدة والباقي كله فوز الحمد لله. يا رب يا رب باكج كم يا ابوي، ايش الباكجات التعبانة هذه؟ بس صدق الاودي خفيفة، يعني اقدر اتحكم فيها السيارة اللي قبل. اوكي باقي دقيقة اظن قبل ما يحددوا منطقة واحدة نتسابق لها. في واحد عدى من عندي، ما ادري هو ما يبغاني ولا هارب مني ولا ايش بالضبط، ما متأكد. يا رب ليفل كويس، ليفل 3. الباكجات كلها تعبانة يا جماعة الخير، ما في باكج زي الاوادم. اوكي وهذا الباكج ليفل 4، لا كلها تعبانة الباكجات. اوكي خلوني اشوف لي احد. هذا جايني، تعال يا حبيبي تعال. السلام عليكم. اكيد من طريق، ما يبغى لها كلام، الطريق من عندي. السلام عليكم يا حبيبي. ودع الملاعب، نلف على مهل. هو كانه سابقني، كانه سابقني، كانه، لكن ان شاء الله انا العبها بالذكاء. حاول اجيب المناطق الفلات. أنا الأول. ولا شيء يا حبيبي. انتصارات إلى الآن، انتصارات إلى الآن. هنا في باكج، أعتقد الباكج اللي جيته أول. ليفل 7. أوكي الأرينا برضو صغرت، لسه باقي. إن شاء الله يستمر الفوز. إيش هذه يا بورش كايمن؟ الناس كلها قاعدة تتسابق. أظن هذه الباكجات أنا شفتها إذا ما خاب ظني، ماني متأكد، بس نرجع ونتأكد كمان مرة. إلى الآن أموري تمام. ليفل 7، أول جيم حرفيا، يعني ثاني جيم نظيف، يعني كذا فوز من البداية، فهذا شيء حلو. أوكي في اثنين هنا تسابقوا، في ناس ليفل 9.
راح ادور لي واحد جالس في اخر الدنيا اتسابق معه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المركز الاول، اطمع المركز الاول يا حبيبي. ينتهي البث على طول. ايوه ايوه متعبة السيارة، متعبة لو لفت تضيع. هذا جاي من هنا معقولة؟ ما عجب البكت، البكت ضعيف. قبل كم؟ قبل اثنين. اوكي هذا اعتقد انه هرب. انا بلحق هذا وعلى الحظ يطلع ليفل 9 يطلع ليفل 7 زي ليفل 6 يا حبيبي نتسابق معه. بعدها ليفل 8 انا اعتقد ليفل 9 اخر شيء يا جماعة الخير، ممكن ليفل 6 لا ليفله اعلى دام عدى الباكج هذا وما اخذه ليفله اعلى. طيب طيب فين رايح؟ والله الشخص اللي قدامي يا جماعة الخير سريع. اوكي اوكي الفوز الثالث او الرابع. Avoid elimination. Okay. Ish is the final showdown. Head to heads complete. Get ready for the final showdown. Ish is the final race coming up. 12. طيب انا فايز على هذا. اوكي. ماني فاهم بالضبط. Drivers, only one can win. You ready? اوكي. هذا السباق الاخير اللي يوصل يفوز. باقي 7 يعني اعتبر نفسي والله سويت اللي جاي. 9 8. Ready? Only one way to find out. Let's do this. واحد. Okay. لا تقول لي وراي. لا تقول وراي. عندي. كلهم وراي. كلهم وراي. فوزي. فوزي الأول. فوزي الأول في اللعبة. يا رب. يا رب. والله جت مصادفة. إن شاء الله فوزي الأول. فوزي الأول في الباتل رويال. والله في واحد سريع جنبي. في واحد سريع جنبي. واحد سريع جنبي، مرة سريع اللي جنبي. بيوت لا 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 بيوت 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 بيوت. هذا ماسك الطريق ومستفيد. صدم 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 صدم. كفو كفو صدم. فرصتي اخذ باور مع الطريق. حلو حلو حلو. ان شاء الله لي ان شاء الله لي ان شاء الله لي ان شاء الله لي. والله اللي جنبي سريع، مره سريع. سيارتي مره بطيئه. تكفى انك تصدم. والله هذا مره سريع مره سريع مره سريع. انا حاولت، هذا مره سريع. سيارتي ليفل 7 ليفل 7 ليفل 7 مع اني توي فايز على واحد كمان، بس هذا مره سريع. ما في مجال إلا إذا صدم، إلا إذا صدم. المركز كم؟ الثالث. المركز الثالث. المركز والله ليفل 7 كيف جابني؟ يا الله. بس سويت شيء كشخص أول مرة يلعب الباتل رويال في فورزا 5. سويت شيء، أنا أعتبر نفسي سويت شيء يعني جدا جبار، واتمنى انه يكون حظي في ال شو اسمه هذا الشيء المهم اللي يدور. ان شاء الله انه يطلع كويس. اوكي يا رب. سياره اعطوني سياره اعطوني سياره. ايش ابغى مع انها سياره يمكن تعبانه لكن جبت سياره. هنا يا حبايبي وصلنا نهاية الحلقة، إن شاء الله أنكم انبسطتوا فيها، وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وتكتبوا في التعليقات إذا تبون مقطع ثاني الفورزا باتل رويال أو أي جيم في نفس اللعبة، وعندكم أي شيء تبغوا تعلموني في اللعبة اكتبوا كمان في الكومنت.